مشاهدينا اهلا بيكم، يوم جديد ويا رب يكون يوم سعيد على حضراتكم. كالعاده فقراتنا طبيه ومميزه جدا جدا. خلوني اقول لكم فقراتنا. اول فقره معانا مع دكتور ايمن طاهر، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. هنتكلم معاه عن كل ما هو جديد في مجال جراحات النساء. بتهيألي الفقره دي هتهم سيدات كتير جدا، واعتقد كمان هتهم ازواج كتير، لان الزوج بيتاثر نفسيا بشكل كبير بصحه مراته. كمان تاني فقره معانا مع دكتوره شيماء منصور، استشاري الجلديه والتجميل الليزر. هنتكلم معاها عن كل تفاصيل الوش وكل منطقة في الوش، وهنعرف ازاي بيتم علاج كل منطقة طبعا حسب المشكلة اللي فيها. اخر فقرة معانا مع دكتورة دينا ابو السعود، فقرة ماسي. هنعرف ازاي كريم ماسي دوره جولد بيمد البشرة وبيوفر البشرة، العناية والغذاء المتكامل. فقراتنا النهاردة مهمة جدا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدأ معاكم اولى فقراتنا، انتظرونا. رجعنا مره تانية مشاهدينا. يعني ضيفي النهارده انا من الناس اللي بعتز بيهم جدا الحقيقه، انا وعيلتي، واحنا نعرفه من سنين، يعتبر طبيب العيله. يعني اسمحوا لي ان انا ارحب بيه، دكتور ايمن طاهر، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا روح؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. يعني انا مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده، ومش عارفه بقى اشكر في دكتور ايمن ولا امدح فيه. يعني دكتور ايمن طاهر الحقيقه مش بس من الناس ومن الدكاتره اللي شاطرين جدا في المجال ده هو كمان بيتميز بحاجه، ان هو عنده رحمه شديده جدا مع المرضى بتوعه. عارفه ان دي حاجه بتفرق مع ستات كتير ومش موجوده في ناس كتير، وعنده طول بال قوي مع المرضى، خصوصا المرضى اللي زي الحقيقه. يعني فانا مبسوطه جدا يا دكتور ان انت معايا النهارده، سعيده جدا بلقائك النهارده. وعايزه اقول حاجه برضو، يعني انا بتهيألي ان طبيب النساء المفروض تتوفر فيه عده عوامل، من الناحيه المهنيه طبعا الشطاره والخبره والكفاءه والدراسه والسفر والتعرف على احدث التكنولوجي في المجال ده، وطبعا من الناحيه النفسيه. هاي الحاجات دي كلها بتتوفر معايا في دكتور ايمن. ميرسي على الانترودكشن الجميل ده. يعني انا مبسوطه النهارده هنتكلم بقى بعيدا عن العياده وعن مشاكلي الصحيه، وحابه ان احنا نتكلم شويه عن التكنولوجي والادوات الحديثه في علاج جراحات النساء. وحابه اسالك عن الجديد في مجال جراحات النساء والتوليد. الجديد في مجال جراحات النساء والولاده يعني بالتحديد هو ان احنا بنحاول نبعد عن الجراحات التقليديه على قد ما نقدر. بنحاول نعمل كل الجراحات على قد ما نقدر بالمنظار الجراحي. نظرا لمشاكل الجراحات التقليديه كتيره يعني. تمام. طيب احنا لو اتكلمنا عن اكتر المشاكل اللي بتواجه سيدات كتير جدا، وهي الاورام الليفيه، صح؟ تمام. يمكن المشكله دي عليها كلام كتير جدا يا دكتور. في ناس بتقول ان المشكله دي بتسبب مشاكل في الخصوبه، وفي ناس بتقول ان هي بتضعف قدره السيده على التحمل. فانا حابه ان انا اتكلم معاك عن المشكله دي تحديدا وعلاجها بالمنظار الجراحي. الاورام اللي فيها في حد ذاتها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تشوه في جدار الرحم من نسيج الرحم نفسه، يؤدي الى تشوه شكل الرحم. ده يؤدي الى ضغط على الاعضاء المجاوره زي المثانه او القولون، ويسبب الالم وزياده البليدنج، البيت بتبقى تقيله شويه. الى جانب انه ساعات بيؤدي الى تاخر في الانجاب. هل دي بتبقى اعراضها ولا هي غالبا ما بيبقاش ليها اعراض؟ لا، دي بعض من اعراضها، وفي كثير من الاوقات ما بيبقاش ليها اعراض. يعني تمام. بالنسبه للجديد في القصه دي، بالنسبه لعلاجها باستخدام المنظار الجراحي، كان الجراحات التقليديه للاورام الليفيه بتستلزم جرح زي جرح السيزارين مثلا. بس احنا عارفين ان الجراحات التقليديه دي في ليها مشاكلها، وجود التصاقات، حدوث التصاقات كثيرة بعد العملية، الألم، مدة العودة، طول الفترة اللي بترجع المريضة فيها لحياتها الطبيعية بعديها. كانت المشكلة في استخدام المنظار في استئصال الأورام الليفية إنه ما كانش لسه في تريننج عليه،
وازاي هنخرج الورم الليفي من فتحه صغيره اللي احنا بنشتغل فيها في الموزة. زمان كانت بتتعمل بالشكل الجراحي، الجراحي التقليدي، دلوقتي احنا بنعملها كلها بالمنظار حتى في الاحجام الكبيره باستخدام اجهزه معينه بحيث نخرجها حته صغيره بحته صغيره لحد ما تخرج كلها من فتحه صغيره اللي هي زمان ما كانتش بتستخدم قوي في الاحجام الكبيره بالزبط. في الاورام الليفيه بالظبط، يمكن ده كمان الجديد فيها، ده اللي احنا يعني دلوقتي نادرا لما بنضطر نعمل جراحه تقليديه للاورام الليفيه بصراحه. تمام. طيب مميزاتها ايه بقى يا دكتور؟ يعني هي انا عايزه اعرف التقنيه دي بالذات او التكنيك ده بالذات مميزاته ايه وبيختلف ايه عن الاسلوب الجراحي القديم؟ اول ادفانتج يعني ان الالم ما بعد الجراحه اقل بكتير. الالم تاني حاجه عوده حركه الامعاء بتبقى اسرع. فالسيده بتقدر تاكل وتشرب اسرع. الفترة اللي بتحتاجها انها تقعد في المستشفى اقل بكتير، وبالتالي برضو بتقدر ترجع لشغلها وترجع لحياتها الطبيعية اسرع. المشاكل التقليدية اللي مع الجراحات التقليدية اللي هي حدوث التصاقات كثيرة دي بتبقى اقل مع المنظار، واحنا عارفين ان الالتصاقات دي بتؤدي الى الالام المزمنة في الحوض والبطن وتؤدي الى تأخر الانجاب برضو. احنا معانا صورة هنا برضو ممكن نشوفها بالظبط. ده منظر المنظار واحنا بنشتغل. الكاميرا بتدخل من فتحة صغنونة سنتي عند السرة، وبندخل الآلات حسب الاحتياج من فتحة صغيرة فتحة أو فتحتين أو ثلاثة حسب الاحتياج، من غير ما نعمل جرح تقليدي في البطن. فتحة صغيرة قوي، بتبقى نص سنتي للآلات. طب أنا عايز أسألك سؤال، إمكانية بقى حدوث الحمل بعد علاج الورم اللي فيه بتبقى قد ايه تقريبا؟ بتبقى نسبة عالية. نتائجها كويسة جدا. بيعتمد برضو على المشاكل الأخرى اللي بتؤدي إلى العقم، يعني ممكن يبقى في وجود ورم ليفي بس في حاجات تانية مصاحبة ليه، زي مثلا انسداد في الأنابيب، زي مشاكل في الزوج. الوضع كلي هو اللي بيملي علينا بعد كده نسبة النجاح، بس النسبة لو كان ورم ليفي فقط هو السبب لأن النتائج بتاعتها عالية. يعني أنت ممكن بالمنظار يا دكتور تدخل تشوف الورم الليفي تكتشف إن في حاجة تانية؟ إحنا بنشخص الورم الليفي قبل ما ندخل، بنبقى عارفين حجمه ومكانه والتكنيك أو الأسلوب اللي هتعامل بيه أثناء العملية. بالنسبة لوجود حاجات تانية، المنظار في حد ذاته بيساعد في التشخيص. لو كان في وجود التصاقات او بطانه مهاجره او انابيب مسدوده بيساعد في العلاج، يعني لو لقينا التصاقات بنقدر نزيلها، لو انابيب مسدوده بنحاول نسلكها، ولو في بطانه مهاجره بنكويها او بنشيلها. يعني ممكن استكشاف مشكله ثانيه صحيه بالزبط. عند السيده دارين يا دكتور، يعني البنات قبل ما البيريود تيجي للبنت مثلا تعاني من المشكله دي؟ لو احنا بنتكلم على مشكله الاورام الليفيه ممكن ممكن تحدث في اي سن. طبعا كل ما السيده بتكبر في السن كل ما الفرصه بتبقى اعلى شويه. استئصال الرحم ده بيعتمد على السبب اللي احنا بنشيل بسبب الرحم. يعني احنا بنستأصل الرحم ليه، هو ده اللي هيحدد، بيزيد اكتر في الكبار او الصغيرين، بس بيميل انه يبقى في هل هو اكبر في سنا شويه، مقلل الخصوبه، هل هي مثلا ممكن يعمل اجهاض متكرر يا دكتور اللي هو المشكله الورم اللي فيه؟ طبعا بيؤدي من احد اسباب الاجهاض المتكرر. ومن احد طرق علاج الاجهاض المتكرر في وجود الورم الليفي ان احنا نشيل الورم الليفي. طيب علاج الورم الليفي بالمنظار الجراحي بعد ما الست اتعالجت من المشكله دي عن طريق المنظار الجراحي، هل ممكن ان هي ترجع ليها تاني ولا خلاص كده اتعالجت تماما؟ الورم الليفي اللي موجود وشلناه مش هيرجع تاني، خلاص مش هيرجع تاني، المفروض ان هو اتشال خالص. لكن نفتكر ان السيده دي هي عندها ريسك فاكتور بيؤدي الى ظهور الاورام الليفيه. ممكن وارد ان يحصل تاني، لكن اللي احنا بنشيله مش هيرجع تاني، خلاص المفروض ان هو خلاص ما يرجعش، مش هيرجع تاني. لا خلاص. طيب انا حابه اكلمك شويه عن دور المنظار الجراحي في مجال تاخر الانجاب، بيعمل ايه بقى؟ ده ليه دور مهم جدا. اولا بيساعد في التشخيص، تشخيص سبب تاخر الانجاب. يعني المنظار الجراحي بيشخص انسداد الانابيب، بيشخص وجود التصاقات او بطانه مهاجره، والحاجتين دول ما بتبنلناش في اي
حاجه يعني ما فيش طريقه تانية نقدر نشخصها غير المنظار اللي غير المنظار البطانه المهاجره والالتصاقات. الدور الثاني اللي بيلعبه المنظار الجراحي في تاخر الانجاب هو العلاج. يعني لو لقينا بطانه مهاجره لو نقط صغيره بنكويها او لو جزء كبير بنقدر نستأصله، ولو في بطانه مهاجره على المبيضين بنستأصلها برده عن طريق المنظار. معنا صوره هنا دي منظر لاماكن تواجد الاورام الليفيه. واحنا شايفين ان هي موجوده ممكن تيجي في اكتر من مكان في الرحم وليها درجاتها وليها احجامها، مش ليها مكان ثابت مثلا، ممكن تيجي في اي مكان في الرحم وعنق الرحم. هو الحجم بيبقى صغير وبيكبر مع الاهمال ولا هو بيجي مره كده على طول؟ لا هو بيبقى صغير ويكبر. هو برضو افكر ان هو جزء من نسيج الرحم نفسه بس بياخد شكل مختلف. بيكبر مع الوقت. بيكبر مع الوقت. طبعا ده في حاله ان مفيش اعراض بتدل ان هي الست مثلا عندها المشكله دي، فبالتالي هو بيبدا يكبر معاها لغايه ما بيسبب لها الم بقى. بالظبط، لما يبتدي يبقى ليه اعراض بتيجي تكشف، بنكتشفه بقى باحجامه المختلفه حسب ما هي ثابته فتره قد ايه. طيب انت قلت لي ان المنظار الجراحي له دور كبير جدا في علاج تاخر الحمل باستكشاف البطانه المهاجره وباستكشاف الالتصاقات اللي بتبقى موجوده. تمام تمام. طيب هو بيعالج برضو المشاكل دي ولا بيبقى ليها طرق تانية؟ بالظبط بيعالجها. وبنفضل استخدام المنظار الجراحي لعلاجها، لان احنا زي مثلا احنا بنشيل التصاقات فاحنا مش هنقدر، يعني بنحاول نتجنب الجراحه التقليديه لان هي في حد ذاتها جراحه تقليديه بتؤدي الى زياده الالتصاقات، فاحنا مش عايزين نزود الالتصاقات. فهو ده افضل طريقه ان احنا نعالج بيها الالتصاقات مثلا. البطاله المهاجره نفس الوضع. المنظار الجراحي بالنسبه لتاخر الانجاب برضه ليه دور مهم، يعني الثاني اللي هو لو احنا ناويين نعمل حقن مجهري وفي انابيب متضخمه، بنفصل الانابيب عن الرحم لانه لو ما فصلناهاش نسبه الحمل مع الحقن المجهري بتقل. فده بيبقى تكنيك صعب قوي يا دكتور يعني. والله لا مش صعب ولا حاجه. طب احنا معانا فيديو هنا. تمام. ده ورم ليفي بنفتح جدار الرحم. تمام. ده بالمنظار بقى بالمنظار، كل ده بالمنظار احنا شايفينه عن طريق كاميرا داخله من عند الصوره. الابيض اللي في النص ده ده الورم الليفي. طبعا بتبقى آلات اصغر من كده بس عشان انتوا مقربين في الكاميرا فباينه قوي. في ماجنيفيكيشن كبير بيساعدنا احنا عشان نشتغل. المنظر اللي انتوا شايفينه ده مكبر جدا يعني، ف زي ما حضرتك شايفه احنا بنسلك جدار الرحم على الورم الليفي. تمام. المدة العمليه دي بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ حسب العمليه نفسها، حسب وضع الورم الليفي. يعني زمان بالجراحه كانت بتاخد وقت قد ايه ودلوقتي بالمنظار؟ والله حسب سرعه الطبيب، بس هي الاورام الليفيه بتاخد، الجراحات بالمنظار بتاخد وقت اطول شويه لانها محتاجه دقه ووقت، بنطول بالنا شويه علشان النتائج بتاعتها افضل بكتير. تبقى افضل بكتير واحسن بكتير. بالظبط. تمام. والست بعدها بتقوم عادي جدا مفيش اي مشاكل، يعني تستنى شويه كده على نفسها. والله بصي انا مش عارف اشرح لك ازاي، بس لما بتشوفي عيانه عامله مثلا استئصال رحم بالمنظار وعيانه عامله استئصال رحم بالجراحه التقليديه فرق كبير جدا. العيانه اللي عامله استئصال رحم بالمنظار بتخرج على طول وتلاقي في نفس اليوم بتتمشى ومستعجلاني عايزه اخرج، فتره النقاهه من اقصر كتير المستشفى بتبقى افضل بكتير جدا يا دكتور. والمريضه نفسها هي اللي بتقول لي انا عايزه اخرج. انا طب يا سيدي نفسيا من المشكله بتكون كبيره جدا عندها ومسببه لها الام وممكن تكون على مدار السنين، لكن العلاج يعني العلم توصل للعلاج ان هي تقوم على طول وتمارس حياتها بشكل طبيعي. بالزبط. جدا بالزبط. وتبقى نسبه الخصوبه عندها اعلى بكتير من قبل كده. بالزبط. طيب انت قلت لي ان احنا كنا بنتكلم عن المنظار الجراحي في مشكله الالتصاقات اللي بتبقى موجوده. تمام. انا عايزه اعرف برضو التكنيك بيبقى ازاي عن التصاقات لو بتقرب. هي عباره عن ايه التصاقات؟ هي عباره عن حاجه بتلزق الاعضاء اللي جوه البطن مع بعض. المفروض الاعضاء اللي جوه البطن يعني بتتحرك بحريه. تمام؟ تمام. نتيجه التهابات سابقه او نتيجه عمليات سابقه بيحصل ان الاعضاء دي بتلزق في بعضها. معنى كده ان لما بيحصل حركه لاي عضو من الاعضاء دي بتشد على الالتصاقات دي بتعمل الم. لو الالتصاقات دي قريبه من فتحتي الانابيب
بتخلي بتأثر على الخصوبة، بتأثر على خصوبة على الحمل والإنجاب بالظبط. فالطريقة اللي احنا هنتعامل بيها مع الالتصاقات دي بتعتمد على مشكلة سيدة. لو ألم بس احنا بنحاول نفصل الالتصاقات عن بعضها ونخلي الأعضاء تتحرك بسهولة، تتحرك بشكل طبيعي بالزبط. جدا لو في التصاقات حوالين الأنابيب بتؤدي إلى تأخر إنجاب بنحاول نشيل التصاقات، وفي نفس الوقت بنحاول نتأكد أن الأنابيب سالكة ونسلكها لو كانت مسدودة بسبب الالتصاقات دي. وبالتالي فرصة الخصوبة عندها برضو بتزيد لما بتتعالج من المشكلة دي. بالزبط. نفس الكلام برضو في البطانة المهاجرة يا دكتور. بالظبط. بنحاول مع البطانة المهاجرة شيء مختلف شوية، إن احنا بنحاول نستأصلها على قد ما نقدر. تمام. لان احنا عارفين البطانه المهاجره دي بتبقى خلايا او سبوت. يعني انا عايزه اوضح للمشاهدين هي عباره عن ايه، لان يمكن برضو في سيدات كتير جدا بتعاني من المشكله دي. البطانه المهاجره هو وجود انسجه شبه الانسجه اللي موجوده في جدار الرحم، على جدار الرحم من جوه. الانسجه دي اللي هي الغير طبيعيه بتبقى موجوده جوه البطن بره الرحم. ودي بتتأثر بالهرمونز بتاعت السايكل الشهرية زيها زي الغشاء المبطن للرحم. تمام. فمع كل بيد بيحصل بليدنج جوه البطن ويحصل التصاقات. وجودها في حد ذاته حتى لو ما فيش التصاقات برضو بيأثر على خصوبة السيدة. بنعالجها ازاي؟ افضل علاج ليها ان احنا بنحاول نستأصلها ما نكويهاش. الكاوي دوبك بس بين بيغطيها الكوي وبين الاستئصال. على قد ما نقدر بنحاول نستأصلها كلها علشان بنقلل فرصة رجوعها تاني ونحسن فرصة نجاح الحمل. دكتور أيمن طاهر استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، أنا بشكرك، نورتني جدا جدا النهارده، وإن شاء الله هنكمل كلامنا فقرات جديدة إن شاء الله. مشاهدينا لسه فقراتنا ما انتهتش، فاصل وراجعين لكم على طول، انتظرونا. ورجعنا مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل مع دكتورة شيماء منصور استشاري الجلدية والتجميل والليزر. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. واخبار بقى المشاكل الجلدية وملامح الوش وحاجات كتير قوي كله دلوقتي بيشتكي منها الحقيقة. ما حدش خالي من عيوب في بشرته، ما حدش متضايق من شكل بشرته وشكل شعره. احنا هنحاول نلم كلام كتير النهاردة في الموضوع ده. تفاصيل الوش يمكن كتير جدا، وكل منطقة في الوش بتختلف عن التانية، سواء بقى كانت العين، الخدود، الشفايف، الرقبة، كل منطقة ليها مشكلة خاصة بيها. فخلينا نبدأ كده من الأول خالص بأول العين. المشاكل، أكتر المشاكل اللي بتتعرض بيها المنطقة اللي حوالين العين والحواجب والجبهة، وإزاي بيتم علاجها؟ طيب لو هنبدأ كده زي ما بتقولي تقسيمة الوش، هنبدأ من فوق الجبهة والمحيط بتاع العين. أكتر المشاكل المنحصرة في المكان ده، أول حاجة التجاعيد الحركية اللي بتبدأ معانا في سن مبكر، بتبدأ من 25 سنة كمان بنشوفها. بيبقى فيه خطوط بدأت تظهر في الجبهة بين الحاجب، فوق الحاجب، حوالين العين، وتحت العين، دي بنسميها فاير رينكلز، وبتزيد شوية لدرجة الخطوط الحركية اللي بتظهر مع الحركة الديناميك رينكلز، وبعد كده بتزيد شوية لحد ما بتبقى ثابتة. وفجأة نتفاجئ. وبعد كده تيجي تقول لي أنا نمت وصحيت لقيت خطي معلم في وشي، لقيت خطوط حوالي. أنا صحيت، مش اللي هو أنا واخدة بالي من سنين، لا ده أنا صحيت اتفاجئت. هي موجودة من مدة بس هي مش واخدة بالها لما بقت حاجات ثابتة. هنا بنلجأ للعلاج المشكلة دي بتقنية البوتوكس، بنحقنها في أماكن معينة في الجبهة بين الحاجب، حوالين العين، وتحت العين. تحت العين ما بنحقنش بوتوكس صريح، بنحقن حاجة اسمها ميزو بوتوكس، لأن البوتوكس تحت العين غلط، يعني هو ليه أماكن معينة بيتحقن فيها. ده جديدة دي بقى ليه؟ بدوز معين، عشان هنا اللي تحت العين ده جفن رؤية، والبوتوكس ما ينفعش يتحقن فيه دايركت، بنخففه شوية. البوتوكس مادة تقيلة شوية ولا مش تقيلة؟ عشان هو بيعمل زي ريلاكسيشن في العضلة، فنحن لو حقناه هنا بكمية كبيرة ممكن يعمل يقلب الجفن. بس هو عامة انت لازم بتحقنيه بكمية كبيرة في المنطقة اللي فوق، لأن العضلة احنا على مدار السنين بنستخدمها كتير. بالظبط، هنا بنحقنها بكمية كبيرة، بتظهر نتيجته خلال 3 أيام ماكسيمم، من 4 أيام
بيفضل معانا لست لثمان شهور. هنا لو هي لسه جايه لي في مرحله بدري، لكن لو هي الخطوط زايده شويه عندها وبقت ثابته هحقن بوتوكس، وبعد 10 ايام بنرجع نحقن فيلر في الخط الثابت. ما دام تحول من دايناميك لاستاتيك يبقى لازم هندخل بتقنيتين عشان نحل لها الخطوط اللي في الجبهه حتى تحت العين. الخطوط ديت لو هي ثابته بنحقن حاجات فيلر بس مش الكروس لينكت، مش الفيلر التقيل المتماسك، في نوع تاني من الفيلر اسمه نون كروس لينكت فيلر وهيالورونيك اسيد، بيبقى بتركيز بسيط وبيبقى غير متماسك بحيث يقدر يفرد الفايل لاينز اللي بتبقى بعد حقن البوتوكس. دايما انا بنصح الناس اللي بتسمعنا تعالوا بدري، تعالوا الحاجه لسه في بدايتها وهي لسه في البدايه بنستعمل تقنيه واحده بنوصل لنتيجه 100%. طب بيقولك بدري ولا ما ولا في ناس عندها وعي عالي؟ الاغلب ايه؟ لا الاغلب ما زلنا بيجولي بعد ما الخطوط ديت بتبقى في مرحله استاتيك، فبنحقن بوتوكس وبعد 10 ايام بنرجع نحقن فيلر في الجبهه، بنحقن كروس لينك تحت العين هيرونيك اسيد عشان نقدر نعلي بالنتيجه. بعد البوتوكس بنعلي النتيجه لحوالي 70-80%. بتهيألي مش بس الستات اللي بقوا بيعملوا كده، لا والرجاله كمان كتير. اصل هي المنطقه اللي حوالين العين دي مالهاش علاقه بقى راجل ولا ست ولا بالسن حتى، ما بقاش ليها علاقه. من اكتر مشاكل برضو منطقه محيط العين الهالات السوداء، منتشره جدا. دي فظيعه. بصي هي دي خلاص بقى خدت بقى فتيات والسيدات والرجاله، وفي ناس خدت فعلا على شكلها بي من كتر ما هي موجوده. هنا اسبابها كتير، في حاجات وراثيه، في حاجات بسبب السهر، في حاجات بسبب التدخين، في حاجات بسبب الانيميا، فالاسباب كتير ليها والعلاج برده مختلف حسب التحاليل. لو هي عندها انيميا بتاخد ادويه، بعد كده بنبدا معاها جلسات في كذا حاجه بنستعملها للهالات السوداء، وممكن نعمل كومباينيشن في التريتمنت، بنعمل مزج في طريقه العلاج، يعني بنحقن حاجات ميزوثيرابي تفتيح فيتامين سي فيتامين اي تحت العين، وبنعمل جلسات تقشير في نفس الجلسه مخصصه للمحيط تحت العين. الغرض منها في الاخر تشيل الطبقه الغامقه اللي تحت العين وننشط الدوره الدمويه وننشط الاكسجين تحت العين عشان نبدا نعمل ازاله للهالات السوداء. بتبقى جلسه كل اسبوع حسب يعني حسب شده الهالات السوداء بنحدد عدد الجلسات. لا وهي على فكره بتبقى شديده جدا بقى، في ناس يعني بتبقى لسه ان كل اللي بيقولك انا ما اعرفش، بس بتهيالي اللي بيقولك دلوقتي بيبقى عندهم شديده. طب خلينا نتكلم عليها كده بتفاصيل افضل مع الساده المشاهدين، بس هنروح لفاصل سريع نرجع لكم على طول، استنونا. مشاكل الحكي، هتلاقي في هنا تجاعيد ظهرت حوالين العين وتحت العين رفيعه، في عندها تجاعيد في الجبهه فوق، كشري كده التجاعيد الحركيه هنا بدات ظهرت عندها، عندها هنا خطين عميقين تحت الانف وعندها خطين تحت الفم، دولت النازوليبيال لاين واللي هنا الماريونيت لاين، دولت هنركب فيهم خيوط عشان الخيط يشد لي الخد كده تاني، وهنركب خيط من تحت برضو عشان نشد الوجه، فهنركب الخيطين هيشد لنا الخد كده لورا. هنحقن بوتوكس حوالين الفم عشان الخطوط الرفيعه اللي ظهرت عندها، هنحقن لها فيلر في عشان نعمل كونتورنج للشفايف، هنحقن بلازما وميزو بوتوكس تحت العين عشان السمار اللي تحت العين والخطوط الرفيعه اللي بدات تظهر لها، هنحقن بلازما في البشره كلها عشان نرجع نضاره البشره تاني.
ورجعنا مره تانية مشاهدينا مع دكتور شيماء منصور. انت عارفه انا بتبسط قوي لما اشوف ستات كبار كده ومهتمين قوي بنفسهم وبتفاصيلهم، بتبقى حلوه الصراحه. يعني ده ما كانش موجود زمان بتهيألي، بس دلوقتي بقت الست بتهتم قوي. صح. الحالات اللي معانا في التقرير ديت السيدتين اللي كانوا معانا لو بصينا كان فيهم كل المشاكل تقريبا اللي في البشره. هو السن بقى، السن يعني لو جبناها من الاول كان في الجبهه في تجاعيد، كان حوالين العين في تجاعيد وكان في هالات سوداء. ننزل تحت شويه نلاقي الخد كان فاضي وبدا في النزول ترهل، الجو لاين من تحت فقط الكونتور بتاع الوش، فكانت في كل المشاكل، ما فيش نضاره، البشره فقد النضاره. ففي الحالات اللي كانت معانا في التقرير دي خدناها من فوق لتحت كده، حقنا في الجبهه، حقنا في الجبهه بوتوكس، حقنا حوالين العين بوتوكس، حقنا تحت العين بلازما، وحقنا ميزوثراب، وعملنا جلسات تأشير للهالات السوداء. احنا لو رجعنا صور التقرير هتلاقي كان في هالات سوداء في السيده الاخيره ودي تحسنت معانا وراحت. كان في تهدد للجلد، مش هيبقى في هالات سوداء، ده يعني اقل حاجه يعني. بعد كده نزلنا لتحت كان في تهدلات في البشره، فهنا ركبنا خيوط. كميه الخيوط اللي ركبت لكل سيده كانت مختلفه عن السيده اللي قبلها. هنا لما بنيجي نعمل تركيب للخيوط لازم نعمل تحليل كويس جدا للوش، اكتر مكان نازل فيه ايه، الخد ولا الجو لاين، عشان اقدر احدد انا هركب كام خيط، هركب باي تكنيك، باي اتجاه دايركشن، هركب باي تكنولوجي من تكنولوجي الخيوط، لان الخيوط ده عالم كبير جدا. وفي النهايه هقول عليه فن، هو ارت، فن هو ارت. الخيوط عامله صيحه كبيره، ضجه كبيره، عملت نتائج حلوه، بس انا زي ما بنقول هي كذا حاجه في الماركت وكذا نوع، وزي ما بقول الدكتور ده فنان او رسام وعنده فرش كتير. ما انا لسه هقول لك، بس مش اي حد بقى يشتغل بيها. فهي عايزه خبره عاليه، عايزه دكتور يكون واخد تريننج كويس جدا في الخيوط، لان الخيوط من الحاجات اللي ما ينفعش اي دكتور يمارسها الا بشهاده بتصريح بمزاولتها، وديت لازم تبقى مع الدكتور، ومن حق المريض ان هو يروح يشوف الشهاده دي وتتعلق عنده في العياده. لا يعني لازم دقه فظيعه في التقنيه. يعني الخيوط الالمانيه اللي نزلت مؤخرا في السوق، خيوط دي ما ينفعش حد يمارسها الا لما يبقى واخد فيها شهاده بالتدريب، وهي على مستوى مصر كلها 20 دكتور اللي واخد الشهاده. يعني لا يبقى الكلام بقى للناس، يعني الكلام دلوقتي للناس او للمرضى اللي عايزين يروحوا يعملوا الموضوع ده. هو 20 دكتور اللي واخد تصريح، خدي بالك كويس جدا جدا، يعني عددنا قليل جدا اللي واخدين تصريح بممارسه الخيوط التجميليه دي وطريقه تركيبها. الشهادات ديت معتمده من بره، ليها سيريال نمبر، مترقمين على مستوى العالم. ال 20 دكتور اللي جوه مصر ديت ليهم نمبرز على مستوى العالم، فده من حق كل مريض ان هو يبقى متاكد ان الدكتور اللي معاه ده معاه التصريح بمزاوله تركيب الخيوط. هنا لما بتيجي لي السيده ببدا نتكلم، انت ايه اللي مضايقك في وشك؟ ببدا اشد في كذا اتجاه عشان اشوف اقصى حته هقدر اشدها لها ايه، بقدر اركب لها كميه الخيوط، ممكن اعمل دمج في تقنيات الخيوط، يعني اركب خيوط الماني مع الخيوط الفرنسيه، لان الالماني بتشتغل بتكنولوجي والفرنسي بيشتغل بتكنولوجي ثانيه. الفرنسي دي بتبقى عباره عن خطافات، الماده المصنوع منها الخيط غير الماده المصنوع منها الخيط الالماني، والتكنولوجي اللي مصنوع منها الخيط الالماني دي بتبقى مالتي دايركشن، الهوكس بتاعتها بتبقى في اتجاهين متقابلين. يعني انواع مختلفه، انواع مختلفه في جدا الوش. والفيو اللي بنركب بالخيط كتير جدا، احيانا بنركب على شكل في، احيانا بنركب على شكل واي، احيانا بدخل بالخيط بشكل ستريت، احيانا بدخل بالخيط والفه جوه الخد عشان اقدر اعمل بيه كمان حجم، يعني بنعمل بيه فوليوم مش بس ان احنا نعمل بيه ليفتنج. فبيركب في الرقبه، هنا احيانا بنركب شبكه خيوط، احيانا بندخل بخيط واحد ونلف بيه كل الرقبه ونقوم شادينه من اتجاهين. فهنا عباره انا بشوفه ده ارت، ده عايز فنان يقدر يعني يركب لها وشها تاني، يقدر يعمل لها كل حاجه. هي نتيجته حلوه جدا جدا، بس حلوة يعني جدا، بس عايز فنان في تركيبها، عايز فنان، وعايز طول بال من الدكتور. يعني هنا بتهيألي المريضه سهل عليها الموضوع، لان زمان كانت بتشد بالجراحه وكده. المريضه مش هتشعر باي مشكله، هي بتنام، بيحصل لها ريلاكسيشن، بتاخد البنج الموضوعي الحقن وبتسيب نفسها للدكتور، والدكتور بيبدا بقى يرسم البشره بحيث في النهايه اقدر اوصل لها ان انا اعمل كونتور بالخيوط. فكره الخيوط الاساسيه ان احنا نعمل شد واعاده لنحت الوش. ممكن نلحق بوتوكس وفيلر، وهي تبص لنفسها في المرايه تلاقي نفسها اتحسنت جدا. يعني هي تبقى معاكي زي ما شفنا في الفيديو في التقرير مصحصحه وكل حاجه، وبتشوف بقى والوش بيتشاف. من ميزه الخيوط اللي هي بتبقى صحيه، فنحن ممكن نركب نص الوش ونبص في المرايه، ايه رايك نشد زياده، نركب خيوط زايده. تجي لي بعد 10 ايام في المتابعه لو هي وشها مشدود قوي ممكن نرخي الخيط بعد 10 ايام. والله
ازاي بتركبي؟ الخيط ده بيبقى محسوس، الدكتور عارف هو مركبه فين وباي دايركشن. لو هي عايزه ترخيب الرخيب بعد 10 ايام من لا بس ما تقولش لحد تاني تقول له اعملي الخيط رخيب. لا بس بترجع للدكتور بتاعها. عايزه تشد تاني ممكن نزود عدد الخيوط بعد 10 ايام بعد شهرين. فالخيوط دي حاجه في ايدينا. هو في كده يا دكتور؟ لما طب التجميل ده ايه ده ايه السهوله دي والجمال ده؟ والله في خلال 10 ايام بتبص لنفسها في المرايه بال 3 دي بقى، 3 دي بتبص لنفسها من الجنب وتبص لنفسها من الوش بكل بتفضل بقى ده هي او بصي اول عامل كونتور عالي جدا. هي لي اول ما بتعمل التقنيه دي بقى كانت خيوط بوتوكس في يعني تهري نفسها في المرايه يعني بالظبط. وبعد وبنتكلم هنا عن تقنيه مش بديل للبوتوكس مش بديل للفيلر، كل تقنيه بتكمل بعضها. انا في النهايه عايزه اكمل ملامح الوش كلها بكذا حاجه، بحقن بعض الخيط فيلر عشان اعمل فوليوم في الوش، عشان احقن الشفايف لان الشفايف بيصغر حجمها مع السن، بنحقن الخدين عشان نرفع عظمه الخد تاني. هي حاجات كتير قوي، وبصي احنا ما لحقناش نخلص كلامنا الصراحه بالضبط. يعني كنت عايزه اتكلم معاكي اكتر من كده عن الخيوط والبوتوكس والفيلر، بس ان شاء الله نكمل في حلقات جديده. دكتوره شيماء منصور استشاري الجلديه والتجميل والليزر، بشكرك نورتيني جدا. مشاهدينا لسه فقراتنا ما انتهتش، فاصل وراجعين ليكم على طول. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، كريم غني بالكثير من المواد الفعالة أهمها بزيئات الذهب الخام الكافيار الكولاجين. يستخدم ماسي دورو جولد كمضاد للتجاعيد وللقضاء على أثار الشيخوخة، كما يستخدم في تفتيح وتوحيد لون البشرة وتغذيتها وترطيبها بالكامل. ماسي دورو جولد يصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخالص الكافيار السيراميد ومادة الفيلر هايلورونيك أسيد، وكمان يحتوي على الكولاجين. مع كل مرة بنستخدم فيها ماسي دورو جولد بنحس بنضارة وبسخونية نتيجة أن الذهب بينشط الدورة الدموية وكمان بيشد الجلد. احنا يوم ما فكرنا نعمل منتج للتجميل كان لازم يكون مميز مختلف له نتائج فعالة جدا. ماسي دورو جولد منتج إيطالي من أقوى منتجات التجميل في العالم. يستخدم لجميع الأعمار من الرجال والنساء، وفي حالة استخدامه لمدة عام كامل يساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر 10 سنوات. ماسي دورو جولد من أهم مكوناته الذهب الكافيار السيراميد والكولاجين. ماسي دورو جولد بعد استخدامه لمدة سنة بيخليك تبدو شكليا أصغر في السن 10 سنوات. ضغطة واحدة تكفي ليتم توزيعها على كافة أجزاء الوجه والرقبة مع التدليك المستمر برفق من أسفل إلى أعلى حتى تمام الامتصاص. ماسي دورو جولد مترخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي، وشركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي دورو جولد، يعني مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة قدام حضراتكم، منعاً للتزييف والغش التجاري. ماسي دورو جولد بيعمل على إزالة التجاعيد، إزالة آثار الشيخوخة، تفتيح وتوحيد لون البشرة. ماسي دورو جولد هيرجع البشرة 10 سنين أصغر. أهم فوائد ماسي دورو جولد إنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين، بيعالج التجاعيد، بيحارب شيخوخة الجلد، بيفتح لون البشرة، بيعالج الهالات السوداء والنمش، بيعمل رطوبة ونضارة عالية جداً في البشرة، وكمان بيشد الجلد. ماسي دورو جولد بيتحط مرة واحدة قبل النوم هتلاقي نضارة عالية جدا في البشرة. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. رجعنا مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الجميلة دكتورة دينا ابو السعود مدير الطب لشركة ماسي فارم. عاملة ايه؟ تمام. بصي انا عايزة اقعد معاكي من غير الكاميرا. أيوة. ونجيب الستات اللي بيتفرجوا علينا ونقعد كلنا بقى ايه نحط من ماسي دورو جولد بالظبط ونتكلم عنه براحتنا بقى. ما انا والله لو يعني انا بس لو ينفع بديتيني ساعتين ثلاثة اقول لو ينفع نقعد براحتنا ونجيب الناس تقعد معانا براحتهم بالظبط. بصي يعني من الناس من الاسئله الكتير اللي بتتسال ازاي كريم ماسي دورو جولد بيوفر العنايه والغذاء وحاجات كتير قوي للبشره وكل انواع البشره مش بشره معينه. طبعا ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره لان ماسي دورو جولد 6 سنين بتعمل عليه ابحاث وتجارب ان هو يناسب جميع انواع البشره ويناسب سيدات ورجال. كل الحاجات دي في علبه واحده اللي هي علبه ماسي دورو جولد.
فيا سلام بقى قولي لي بقى يلا بيعالج ايه بقى وبيتمكونه ماسي دروجولد بيعالج مشاكل كتيره جدا لا تعد ولا تحصى في البشره. سيدات كتير قوي ورجال بيعانوا من الهالات السوداء، بيعانوا من تجاعيد، بيعانوا من نمش بقع. ماسي دروجولد هو الحل السحري كتير قوي لكل المشاكل اللي انا بتكلم عليها. ولكل المناطق الوش بقى يا دندونه صح؟ كل حته. والرقبه كمان؟ الرقبه لو في فاين لاينز في الرقبه بيعالجها. بيشد الرقبه، بيشد الدبل تشين اللي هنا. لان الذهب بينشط الدوره الدمويه، فانت كل يوم بتنشطي الدوره الدمويه بتاعتك اكنك بتعملي مساج يوميا لوشك. كل الحاجات دي بتشد البشره من غير مثلا خيوط او حد مش عايز يتدخل تدخل جراحي. فبيقدر يشد البشره شده فيري جنتل، شده طبيعيه جدا. ماسي دروجولد بعد فتره من الاستخدام مش هتحتاج تحط مكياج خالص. والله وليه بعد فترة من الاستخدام؟ يعني ما احنا بنحطه وبنخرج بيه يعني هو بس لولا الكاميرا والإضاءة والحاجات دي هي بتدي لازم نضارة من نضارة أول فزيع. مرة لكن انا بتكلم على العلاجات يا رؤى. العلاجات بتاخد فترة من شهر لثلاث شهور. مفيش حاجة في العالم هتحطي كريم يشيل التجاعيد في يوم. لا لا مش سحر هو يعني. لكن أيوة. بعد شهر من شهر لثلاث شهور هيعالج لها معظم مشاكل البشره. هتبدا تحس بقى ان الحاجات طبعًا. دي بتتعالج وبينور الوش كده وبيفتح طبعًا. الوش. لكن على طول احب اقول ان من اول دهنه بتشوف نتيجه ممتازه على بشرتك. السخونيه بقى واللون السخونيه تنشيط الدوره الدمويه. مش هتحتاج تحط بلاشر خالص. نعم. لان الوش بيبقى فيه شحوب جامد جدا. انا ما بحتاجش احط نتيجه حاجات كتيره قوي، نتيجه الكولاجين بيقل، الهيالورونيك اسيد بيقل، السيراميد بيقل. كل الحاجات دي بتعمل بيل للوش، بتعمل وش شاحب، بتؤدي الى تجاعيد. لا وخصوصا بقى الستات، يعني انا هو طبعا للرجاله والستات بس هو انا مش منحازه للستات بس الستات بتصعب عليا اكتر شويه طبعا. والله العظيم. وتلاقيها يا عيني بقى بعد الجواز بقى الحمل بيبهدلها خالص. أيوة. والخلفه بقى بتشغل مع الاولاد. ولو في سيدات كتير بتشتغل بتتعرض للشمس يوميا يا رؤى. لا انا عايزه اقول لك كمان في البيت وهي بتعمل الاكل قدام البوتاجاز ما ده حراره بيأثر على البشره طبعًا. برضو طبعا طبعا طبعا. وعايزه اقول لك ستات كتير قوي متجوزه اشترت ماسي دروجولد وشها يعني ممكن مثلا بنات يحبوا بيحطوا ميك اب في بيتهم عشان جوزها بس لما يتفرج عليها. لا العرايس بقى تقول لك العروسه بقى بتبقى شايله هم بعد الفرح بقى ويجي العريس يتفاجئ ان هي من غير الميك اب والشعر والحاجات بالظبط. فبتهيألي على طول بنصح اي عروسه تستخدم ماسي دروجولد لان ماسي دروجولد في ظرف يعني من اول يوم هتلاقي نضاره من شهر لثلاث شهور هيعالج مشاكل كتير قوي في البشره لانه بيحتوي على ذهب يا رؤى. دهب ويا سلام بقى على الدهب طبعًا بقى وجماله يعني. طب احنا خلونا نشوف التراخيص اهي معانا ظهرت تراخيص وموافقات بتاعت ماسي دروجولد تالي خلاص الناس على طول يعني اتعودت عليها. احنا الشركه الوحيده واحنا على طول برضو ماسي فارما بتعرض الشهادات يوميا على التلفزيون على قناه دريم لان دي حاجه مهمه جدا انها تدي امان للكاستمر يعني بتاعنا تدي امان ان هو مترخص من كل الجهات مترخص او الناس اللي ما شافوش قبل كده برضو يشوفوا عشان يطمنوا ويتاكدوا طبعا يعني. مترخص من وزاره الصحه المصريه ومترخص من الاتحاد الاوروبي ورقم ترخيص وزاره الصحه المصريه مكتوب على العلبه ورا. طب انا عايزاكي تكلميني كده شويه عن رد فعل الستات جوازاتهم بيقولوا لهم ايه بعد ما بيستخدموا ماسي دروجولد بيبصوا بقى وكده ويحسوا ان في تغيير وفرق وكده ولا ايه؟ طبعا الستات يعني بيكلمونا مهمين قوي على فكره طبعا هي اي ست بتبقى اهم حاجه عندها انها تطلع زي القمر قدام جوزها طبعا مش اي حاجه ثانيه. انت عارفه يا دينا الواحده لو مكتئبه وزهقانه من شكلها في بيتها هتنكد على البيت كله ده حقيقي. لو انت مبسوطه وفرحانه وحاسه ان انت حلوه قوي في البيت ثقه بالنفس البيت هيبقى كله جميل لما يبقى ناضر الوش لما يبقى صحي بيدي ثقة في النفس فظيعة فمش هيهمها اي حد بقى ولا لا خالص. احنا معانا هنا كمان الفيديو ده مهم جدا جدا طريقة استخدام ماسي دروجولد ازاي البنت مش حاطة ولا نقطة ميك اب وشها كان بيل يعني كان وشها ابيض اول ما حطت ماسي دروجولد وشها اتنشط فيه الدورة الدموية فوشها بصي وشها مبيض ازاي مفيهوش نضاره خالص من اول ما حطت ماسي دروجولد ادالها النضاره الفوريه شويه لون البينك ده طبعا دي نضاره لان وشها وطبعا بيحمر او بيدي لون بينك والدهب بيبقى مغطي الوش كله كده بيبان. انت عارفه من التعليقات اللي سمعتها تقول لك ايه الست طب ما الموديل بيضة طب ما انا عايزه واحده يعني غامقه شويه علشان اشوف النتيجه عليه انا حويه وبيديني النضاره دي
لا وبعدين انا عايزه اقول حاجه بقى، الجمال العربي ده بيحكوا فيه في اوروبا وبره مصر وبره، والله العظيم بجد. بس هو احنا بس ايه محتاجين يعني ما نستغلاش شويه، ما نستكترش في نفسنا حاجه، نهتم ببشرتنا شويه. اهم حاجه البشره. الاجانب او الهوليوود ستارز بيفضلوا لغايه 60 سنه شكلهم 20 سنه ليه؟ بيحطوا الكريم بالكافيار. بس انتي في حاجه ممكن تلاقي كريم بالكافيار، كريم بالكولاجين، كريم بالسيراميد، لكن ماسي دروجولت مغطي لك كل احتياجات البشره وكل المكونات البشره محتاجاها في كريم واحد. فدي اقتصادي جدا، اكنك مثلا بتشتري 15 20 كريم في كريم واحد. فدي عبوه فعلا اقتصاديه انك تشتري كريم واحد يغنيك عن كل الكريمات اللي موجوده. احنا معانا فيديو برضو للكافيار. طبعا الكافيار عنصر مهم جدا، لان الكافيار مليان فيتامينات، مليان معادن، مليان مضادات اكسده ومليان ميه، فكل الحاجات دي البشره محتاجاها. الكافيار انتي اوكسيدنت او بيضد اكسده البشره، فبيعالج التجاعيد وبيدي مناعه عاليه جدا في البشره، فبيعالج حتى البثور او الحفر الموجوده في البشره. يعني الذهب والكافيار الاثنين مع بعض بالظبط يعني حاجه فظيعه. وهنا كمان جزيئات الذهب واضح جدا وهي بتخترق الجلد، هي بتنظف البشره. بحس شويه بعد ما بحط الكريم طبعا ان البشره نظيفه شويه. طبعا لان الذهب بيشتغل كديتوكس، بيشيل كل السموم والشوائب من على البشره، وبيجدد البشره، بيجدد الخلايا جديده، فبيطرد كل الخلايا الميته من على البشره. فعشان كده بتلاقي على طول بشرتك بتتنفس نظيفه وبتتنفس، لان الذهب كمان بيدخل بيحفز على دخول الاكسجين جوه البشره. يعني لازم نهتم طبعا ونحافظ وما نستغلاش وما نستكترش على نفسنا اي حاجه. احنا يعني الستات انت بتبسطي البيت كله وبتبقي مركزه طول الوقت مع الاولاد وكده، فلازم بقى تهتمي بنفسها، تدلعي نفسك شويه يعني. طبعا صح. بس عايزه اقول ان هو مش موجود في الماركت خالص، لان كذا حد بيقول لي بيروحوا الصيدليات او بيروحوا ماركت يعني معين. هو موجود بس لشركه ماسي فارم، اللي ارقامها موجوده على الشاشه، احنا الوكيل الحصري للمنتج. احسن اللي حاجه جوه مصر حتى كل حاجه دلوقتي بقى بيتعمل منها كوبي، فايه عشان نبقى مطمنين واحنا بنشتري يعني. بالظبط بالظبط. دكتوره دينا ابو سعود المديره الطبيه بشركه ماسي فارم، نورتيني. ميرسي نورك. ميرسي قوي. مشاهدينا بكده تكون انتهت كل فقراتنا الطبيه، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. اشوفكم ان شاء الله على الف خير في حلقه جديده. السلام عليكم. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، كريم غني بالكثير من المواد الفعالة أهمها جزيئات الذهب الخام الكافيار الكولاجين. يستخدم ماسي دورو جولد كمضاد للتجاعيد وللقضاء على أثار الشيخوخة، كما يستخدم في تفتيح وتوحيد لون البشرة وتغذيتها وترطيبها بالكامل. ماسي دورو جولد يصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخالص، الكافيار، السيراميد، ومادة الفيلر هايلورونيك أسيد، وكمان يحتوي على الكولاجين. مع كل مرة بنستخدم فيها ماسي دورو جولد بنحس بنضارة وبسخونية، نتيجة أن الذهب بينشط الدورة الدموية وكمان بيشد الجلد. احنا يوم ما فكرنا نعمل منتج للتجميل كان لازم يكون مميز مختلف له نتائج فعالة جدا. ماسي دورو جولد منتج إيطالي من أقوى منتجات التجميل في العالم. يستخدم لجميع الأعمار من الرجال والنساء، وفي حالة استخدامه لمدة عام كامل يساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر 10 سنوات. ماسي دورو جولد من أهم مكوناته الذهب، الكافيار، السيراميد والكولاجين. ماسي دورو جولد بعد استخدامه لمدة سنة بيخليك تبدو شكلياً أصغر في السن 10 سنوات. ضغطة واحدة تكفي ليتم توزيعها على كافة أجزاء الوجه والرقبة، مع التدليك المستمر برفق من أسفل إلى أعلى حتى تمام الامتصاص. ماسي دورو جولد مترخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي، وشركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي دورو جولد، يعني مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير على الأرقام اللي ظهر على الشاشة قدام حضراتكم، منعاً للتزييف والغش الطبيعي. ماسي دورو جولد بيعمل على إزالة التجاعيد، إزالة آثار الشيخوخة، تفتيح وتوحيد لون البشرة. ماسي دورو جولد هيرجع البشرة 10 سنين أصغر. أهم فوائد ماسي دورو جولد إنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنين، بيعالج التجاعيد، بيحارب شيخوخة الجلد، بيفتح لون البشرة، بيعالج الهالات السوداء والنمش، بيعمل رطوبة ونضارة عالية جداً في البشرة، وكمان بيشد الجلد.
ماسي دورو جولد بيتحط مرة واحدة قبل النوم، هتلاقي نضارة عالية جدا في البشرة. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.